أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص. الزرقاء شغلة لبالي، طنجاوي وراسي عالي، هكذا صدحت حناجر الطنجاويين بعد صعود فريقهم لقسم الأضواء، أو كما يقولون للبريميرا، ليتحقق الحلم أخيرا بعد 8 سنوات عجاف أبقت الفريق بعيدا عن قسم الكبار، قبل أن تهب رياح ربيع النادي لتدفع به إلى الابتعاد عن كابوس القسم الثاني. لكن ماذا بعد؟ ما الممكن وما المتاح للاستمرار في حصد النتائج الإيجابية ولتفادي أي كبوة لفارس البغاز قد تعيد به إلى نقطة البداية؟ مشاهدين هذه الحلقة بطابع رياضي صرف، نستضيف معنا اليوم رئيس نادي اتحاد طنجة لكرة القدم سيد عبد الحميد أبرشان. شرفتنا أستاذ ومرحبا بكم. أهلا وسهلا أخ سهام. شكرا لك أستاذ على قبول الدعوة أولا، ومبروك عليكم التأهل. الله يبارك فيك، وهذا اللقاء هذا هو اللي غيتم أول لقاء معكم، وحقيقة هذا التأهل اللي كان ديال فريق اتحاد طنجة هو مكسب المدينة ككل، والمدينة تستاهل هذا التتويج هذا اللي بحال تكرسي راه 8 سنين وفريق في القسم الوطني الثاني. وهذه السنة الحمد لله كانت سنة امتياز من فريق اتحاد طنجة، هذا هو الصعود إلى القسم الوطني الأول. إذا السيد عبد الحميد، تحقق الحلم ديال صعود القسم الأول بعد 8 سنوات كما ذكرت في البداية، ماذا كانت الوصفة، لا أقول الوصفة السحرية ولكن الوصفة التي اعتمدتموها يعني أخيرا يعني القدرة على صعود القسم الأول؟ وهو بعد نرجعوا نتكلم اليوم، مخديت أنا مسؤولية ديال الفريق ديال اتحاد طنجة كرئيس، كان في الموسم في مرحلة ديال الذهاب هذه 2.5 سنين، كان الفريق مهدد بالنزول إلى قسم الهواد، وخديت الفريق واحد كان نقول لك واحد جهد جامدة، ومننا جهد كبير، وخديت تجربة في ديك السنة هذيك حقيقة اللي استطعنا باش نفلتو باش ما نزدوش القسم الهواد. ومن بعد في السنة الثانية اللي خديتها سنة كلها ثم انا خديت واحد التجربه كبيره واستفدت من الاخطاء، واحتلينا المركز الثالث، كنا قاب قوسين ادنى باش نصعدوا الى قسم الاول، لولا الحظ ما ساعدنا شيء. عرفنا ما كان ديال الخلال، وعرفنا شنو اللي كيخصني تعمل في هذا الموسم هذا اللي صعدنا فيه، وفعلا سطرنا واحد خريطه الطريق اللي كانت عطات الثمره ديالها، وهو الصعود الى قسم الوطني الاول. ماذا كانت هذه الخريطه الطريق؟ الخريطه هو اولا طنجاوي عليها. اولا اشتغلنا على فيما يخص الجانب المادي، كتعرفوا فريق اتحاد طنجة دائما كان يعاني من المشكله الماديه. اليوم فريق اتحاد طنجة مع الاسف ما كاينش شركات ولا محتضنين اللي كيوفروا امكانيات ماديه لهذا الفريق باش يمكن تكون واحد الاستمراريه فيما يخص ميزانيه ديال الفريق. كان كيجيو رؤساء كيعملوا الجهد ديالهم، مشكورين حتى هما كذلك، بحق بحال اللي كيقولوا اليد وحدها لا تصفق. انا اشتغلت على هذا الجانب هذا، استطعت باش نوفر واحد البلعه الامكانيات ماديه اللي خلتنا باش الفريق يبقى ماشي فواحد المرتبه اللي هي محتل دائما الصف الاولى. هذا راجع اللاعبين كياخذوا قسط ديال الاجور ديالهم في وقتهم محدد، كذلك المدرب والطاقم التقني. هذا الشيء اللي جعلنا نتغلبوا على هذه المشاكل كلها، واليوم كره القدم كتطلب امكانيات ماديه هائله، وباش هذا الشيء كله هذه العوامل كلها باش عطتنا باش نجحنا. وكذلك كان واحد التتبع يوميا مع الفريق مع اللاعبين اللي ما تغفلناش عليهم، كذلك مع المدرب والطاقم التقني ديالو، وكان الحضور ديالنا قوي وازن حتى ده خارج مدينة طنجة، كنا كنسافروا مع الفريق، وكانوا لاعبين معنا، وانا كرئيس كذلك كنت كنحسب هذوك اللاعبين كهم اصدقاء ديالي، والحمد لله استطعنا باش نصعدوا هذه السنة هذه، وهذا هو
سر النجاح ديالنا. طيب استاذ عبد الحميد، ذكرت الجانب المادي لفريق نادي اتحاد طنجة، معلوم ان اي فريق رياضي كيفما كان نوعه يعني المال هو عصب يعني الاستمرارية. معلوم ان الخزينة المالية لفريق اتحاد طنجة كانت غارقة في الديون، وقلت انك يعني قمت بمجهودات من اجل قضاء هذه الديون، يعني كيف قمتم بذلك؟ مخديت الفريق انا كانت واحد الديون تقريبا اللي عندنا في التقرير المالي ما يفوق واحد مليار ديال السنتيم، ولا ما خفتش نكذب 16 مليون درهم، مليار و 600 مليون. جبرت لاعبين المستحق ديالهم ما خديناهاش، الجامعه كاين شكاوي في الجامعه الملكيه لكره القدم ديال لاعبين ومدربين، تقريبا واحد 600 مليون. هذا الشيء كله كيف تم تسديد هذه الديون؟ كرئيس ديال الفريق كنت كنقلب على المحتضنين، وفعلا استطعنا باش نلقاو بعدا واحد مدخول اللي هو ساهم كثير في النجاح ديال فريق اتحاد طنجة، هو واحد الميزانية ديال مجلس العمالة اللي كانت رأسي انا كرئيس مجلس العمالة، وهذا الشيء بحكم كذلك السيد الوالي مشكورا حتى هو اللي كان كيدعم هذا الفريق هذا اللي هو الأمر بالصرف ديال مجلس العمالة. تقريبا خدينا واحد 3 مليون درهم، هذه عطاتنا واحد الشحنه واحد فيما يخص باش سددنا بعض الديون، كذلك رفعنا السقف ديال الميزانيه اللي كناخذوا واحد منحه مع عند مجلس المدينه اللي كانت في 2 ملايين درهم، وصلناها 2 ملايين درهم. كذلك نشكروا السيد العمده سي فؤاد العماري وهو كذلك رئيس منتدى معايا فريق اتحاد طنجه، وحتى مكتب فيما يخص مجلس الجهه اللي وفرنا واحد 2 ملايين درهم في السنه، هادو كنا كاتحاد طنجه ما كتستافدش منهم. وبعد اعضاء ديال المكتب كذلك اللي ساهموا واحد المبالغ اللي هي كل واحد على حسب الاستطاعه ديالو، باش استطعنا نوفروا وحققنا هاد الانجاز هذا. حنا هاد السنه تقريبا كانت ميزانيه ديال الفريق كتفوق 15 مليون ديال الدرهم، مليار ونص، ماشي راه ميزانيه كبيره ماشي سهله، وهذا هو السر النجاح اللي نجحنا، باش دائما كنخليو اللاعب ولا الاطار الوطني كذلك يبقاو مطمئنين على الاجره ديالهم كيشتغلوا بواحد الاريحيه. اليوم يمكن القول ان الخزينه الماليه حاليا للنادي بخير؟ لا دابا هادشي حنا هاد السنه راه عندنا موسم غيكون صعب، راه القسم الوطني الاول كيتطلب تقريبا واحد 35 مليون ديال الدرهم ديال الميزانيه ديالو. حنا في اليوم خزينه الفريق راه عندنا صفر. إذن كيف ستقومون بتدبير هذه المسألة؟ يعني إشكالية كبيرة، وإلى سيعود مجددا نادي اتحاد طنجة للسقوط؟ لا، احنا واعيين بهذه القضية، والسيد والي كذلك واعي، والسيد العمدة وانا كرئيس مجلس العمالة كذلك واعيين بهذه القضية هذه. دابا الشغل ديالنا الشاغل هو كان نتصلوا ببعض الشركات باش يكونوا محتضنين اللي يمكن يدخلوا في خزينة الفريق مبالغ مهمة. الان غيتم التعاقد مع واحد الشركه اللي هي مختصه اللي كتقلب على المحتضنين، هي اللي كتشتغل مع فريق ديال الرجاء والوداد، كياخذوا واحد النسبه ديالهم محدوده، وعندهم فيما يخص تقريبا واحد 80 شركه اللي يمكن غادي تكون كتعمل واحد اشهاريه داخل الملعب، وهذا الشيء غادي يعود بواحد المدخول حتى هو كذلك على الفريق. ماذا عن مداخل الجمهور؟ الجمهور حتى هو هاد السنة راه عاون الفريق واحد النسبة اللي هي كبيرة، وكانت واحد المدخول جد محترم اللي تقريبا وصلنا واحد 3 مليون و400 ألف درهم، 340 مليون، لفريق قسم وطني الثاني باش يدخل هاد المبلغ هذا راه مهم، وهاد الشيء اللي كذلك اللي عاوننا باش استطعنا نغلبوا على مشاكل ديال السنة الموسم هذا اللي صعدنا فيه. موسم جاي كذلك حنا معولين على الجمهور كذلك، كتعرفوا القسم الوطني الاول يوم الجمهور كله متعطشه باش بعد 8 سنوات طبيعي الفريق ديالها في القسم الوطني الاول،
خصوصا ديك المباراه الاولى، باش كذلك يمكن غادي تكون هذه الميزانيه ديال فيما يخص مداخل ديال الفريق غتعاون الفريق ديالنا بواحد النسبه كبيره. وانا بهذا المنبر كان انادي الجميع فعاليات في هذه المدينه، الاقتصاديين ولا منعشين عقاريين، باش ينخرطوا مع فريق ديال اتحاد طنجه باش يعاونوا هذا الفريق هذا. ما تنساوش الفرحه اللي دخلت على الساكنين هذه المدينه هذه، انتم لاحظتوا تقريبا واحد الشهر ونصف والناس كتحتفل في الاحياء والناس فرحانين، هذا هو اللي كيعطي واحد النكهه خاصه، ولا سيما كان كرئيس اللي كنشوف هذا الشيء كنفرح. واليوم احنا كنا مغاربه كيعجبنا نفرحوا، خصنا نكونوا دائما فرحانين. ماذا عن مستحقات، عذرا على المقاطعه، مستحقات اللاعبين؟ هل تم صرف مستحقاتهم وايضا تقديم منح ماليه بعد تحقيق الصعود الى القسم الاول؟ كذلك فيما يخص مستحقات اللاعبين، فيما يخص الاجر الشهري ديالهم، راه كل شيء واخذ الاجور الشهريه ديالهم. باقي شهر واحد هذا ديال ماي، راه باقي ما تسالاش لحقاش حنا كنخلصوا تكيت سالا الشهر. باقي منح بعد المقابلات تقريبا واحد 6 المنح حتى هما كذلك، اللي فيهم 2 الانتصارات و4 ديال التعادلات، وكاين منحه ديال الصعود اللي هي خصصناها في 100,000 درهم على حسب العقود اللي عندنا مع اللاعبين. هادشي تقريبا واحد المبلغ اللي كيوصل 4 مليون درهم اللي خصنا نوفروا لهم في هاد الشهر كذلك. حنا كنشتغلوا عليه وتقريبا لا نوفروا هذا المبلغ هذا باش نسدوا هذه المبالغ كامله، باش تبقى دائما اللي كنحافظ عليها هو تبقى السمعه ديال النادي، باش كلشي يثق في هذا الفريق هذا. حتى اللاعبين لحقاش قبل كنا هذا المشكل هذا، كنا كنجبروا لاعبين في مستوى حق مين كتقول له جيت تلعب في فريق اتحاد طنجه كيقول لك اسمح لي راه ما كتخلصوش شي لاعبيه. كان هذا الشيء قبل، كان هذه المشاكل كلها، اللاعبين كيلجأ كيخصو يمشي ماشي كيف الجامعه وكيبقى يتسنى 4 سنين 5 سنين، وراه الله يحسن العون كتعرف اللاعب راه عنده هذاك هو المصدر ديال القوس ديالو. دونك حنايا واعيين بهذه القضيه هذه، وكان حسدنا الحمد لله السمعه ديال الفريق، والدليل على ذلك اليوم بدينا كنسمعوا لاعبين كبار اللي خصهم يلتحقوا بفريق اتحاد طنجه باش يعزوا الصفوف ديالو. وهذا دائما فيما يخص تعزيز صفوف كتيبه فارس البغاز، هل هناك من انتدابات جديده؟ سمعنا مؤخرا انتداب لاعبين من الكاميرون فعلا، هل هناك من اسماء اخرى جديده لتعزيز الصفوف؟ وهو الاول كان تم واحد التعاقد مبدئي هذه واحد 4 شهور مع 3 لاعبين كيلعبوا في البطوله الوطنيه في القسم الوطني الاول، 2 منهم كيلعبوا في المنتخب المحلي. نريد اسماء. واحد بدا الاول طنجاوي ديالنا اسامه غريب اللي كيلعب في القسم الوطني الاول، كان مع فريق جديده وكيلعب في المنتخب المحلي كذلك. كاين عبد العالي العبوبيد اللي هو الفريق ديال الخنيفره، حتى هو في المنتخب المحلي. وكاين بكر الهلالي اللي كيلعب في جديده كذلك، لاعب ممتاز عنده خبره في المستوى. والبارح تم التعاقد مع 2 لاعبين اجانب اللي هما من الكاميرون وكيلعبوا في فرق ممتازه، عندها واحد المستوى كبير على الصعيد الافريقي، وكيلعبوا في الادوار الطلائيه دائما فيما يخص عصبه الابطال الافريقيه. كاين لاعب اللي سميتو سيدريك كيلعب في المنتخب ديال الكاميرون، ولعب في المونديال الاخير لعب لاعب رسمي، كان كيلعب في الدفاع سميتو سيدريك، واليوم كيلعب في القطن الكاميروني، لاعب دولي، لاعب شاب عنده 22 سنة، البنية الجسمانية ديالو تبارك الله غادي يعطي مزيان. كاين لاعب آخر اللي جبناه حتى هو من الكاميرون كيلعب في نيو ستار الكاميروني، هادو كيحتلوا المركز الثاني، قلت الكاميروني بعدا كيحتل المركز الأول، ودابا هما في مرحلة ديال يلا سالاو مرحلة ديال الذهب وبسبعة نقاط. وكاين هذاك الثاني اللي جبناه في فريق نيو ستار اللي كتحصل المركز الثاني وهداف، مسجل 14 هدف في المرحلة ديال الذهب وباقي مازال مرحلة الإياب. دونك كانوا انتدابات في مستوى،
اللي كنطلبوا الله هو يتأقلموا في هاد مع البطولة المغربية ويتألقوا في هاد المدينة هذه باش يعطيو واحد القيمة إضافية. وأنا عندي يقين هادو لاعبين عندهم تجربة وعندهم خبرة، عندهم باع فيما يخص في كرة القدم، وحنا هادشي اللي ماشيين بخطة ثابتة باش يكون التعاقدات لا تعاقدنا مع شي لاعب اللي هو يكون عنده شرف يحمل الفريق القميص ديال الفريق ديال اتحاد طنجة، ويكون لاعب اللي غادي يعطي للفريق ماشي اللي غادي يجي يكون يدوز إجازة هنا. طيب سنعود لنتحدث عن انتدابات وأيضا عن قائد المقبل لسفينة اتحاد طنجة، ولكن بعد هذا الفاصل المشاهدين ابقوا معنا. نعود إذن مشاهدينا لمواصلة هذا الحوار مع رئيس نادي اتحاد طنجة لكرة القدم السيد عبد الحميد أبرشان. إذن أستاذي، تحدثنا قبل الفاصل حول الانتدابات الجديدة لتعزيز صفوف كتيبة اتحاد طنجة. ماذا عن ربان سفينة؟ هل سيستمر أمين بن هاشم في قيادة سفينة اتحاد طنجة أم أنه هناك يعني لائحة أخرى لمدربين جدد؟ وهو أمين بن هاشم فعلا وعنده عقد كينتهي هاد السنة هذه في 30 يوليو. باش يجددوا معاه العقد، حنا كتعرف اليوم كيشتغلوا بواحد الطريقة احترافية. راه مؤخرا تم تعاقد مع مدير تقني ديال الفريق اللي هو لاعب سابق واللي عنده خبرة وكان مساعد مدرب ديال المنتخب الوطني اللي هو السي حسن أجلوي، لاعب عنده واحد الخبرة كبيرة في ميدان كرة القدم، اليوم مدير عفوا ديال ومدير تقني ديال الفريق، واللي عنده دراية كبيرة فيما يخص حتى فيما يخص الانتدابات هو طلع عليها. كذلك فيما يخص المدرب، حنا غادي حاليا كاين واحد 3 غيكونوا ولا 4. سمعنا أن بن شيخ الأقرب إلى تولي منصب قيادة حتى الساعة، ما كاين حتى شي واحد أقرب. طيب ماذا عن المكسب المسير للنادي؟ هل هناك من يعني تغييرات على مستوى التسيير ام سيستمر نفس ال وهو حنا بعدا عندنا الجام العام هو اللي غادي يحدد فيما يخص التغيير ديال المكسب، وجام العام حنا مقبلين عليه غادي نعملوه في العشر الاوائل ديال شهر يونيو باش نحددوا المكسب. والان حنا كنشتغلوا باش نشوفوا نعزوا المكسب بعض رجال الأعمال اللي يمكن يعطيو واحد قيمة إضافية للفريق، لا من ناحية الجانب المالي ولا من ناحية ديال خبرة في المجال ديال كرة القدم. وهذا الشيء اللي خدامين عليه كنشتغلوا عليه، خص يكون عندنا مكتب قوي. واليوم أنا بحال اللي تكلمت في الأولى، كرة القدم هو أصعب حاجة اللي فيها هي الجانب المادي، وكيبقى تسير وتسير الحمد لله. حنا كنسير واحد الطريقه عقلانيه، وكاين واحد الشفافيه وكاين وضوح. سبق وان صرحتم ان فريق اتحاد طنجه يتعرض لتشويش من اجل خلق بلبله داخل اوساط الفريق، ماذا تقصدون بهذه المساله ومن يملك المصلحه في التشويش على نادي اتحاد طنجه؟ هو انا هذه السنه بعدا ما قضيه عمري ما شفت تصريح وقلت كاين. وجدت هذا التصريح على حائطك الفيسبوكي مكتوب؟ هذا مؤخرا، شوف لحقاش مي كان دابا هاد الشيء الانتدابات كنشمعوا شي كلام اللي هو كتعرف في المواقع الالكترونيه، وكاين كذلك اللي باغي غير يحطمنا السمعه ديالنا والصوره ديالنا، وكذلك داخل هاد المنظومه ديالنا ديال الفريق اللي كان شي كلام كيخرج برا اللاعبين ماشي مخلصين. هذا هو اللي كنت تكلمت عليه انا، وهذا كذب. يعني هناك اشاعات تخلق من اجل كيقولوا اللاعبين كيسالوا 3 شهور وهذا الشيء ما كاينش منه. هذا الشيء باش كنت قلت انا كيشوف بركه متشويش، فهمتي؟ لحقاش انا ملاعبيه مخلصين، نزيد شتي بحال اللي تكلم دابا عاد باقي يسالوا شهر واحد، هو شهر ماي باقي ما تسالى شي شهر ماي، تاخرت الشهر عاد كيتخلصوا بين واحد واربعه في الشهر. دونك هذا هو اللي كنت قلت انا بركه متشويش على هادشي. اما فيما يخص شي في الموسم كله، انا ما عمري ما قلت غير واحد الكلام اللي كان جبد سي امين بن هاشم المدرب، كان قال انا المحيط عندي فاسد وكيشوشوا عليا، هذا كلام ما
غير مقبول. أدران هو كيشتغل خصو يشتغل على جانب ديال التقني ديالو، وحنايا مكتب مفرد له الظروف كلها، مفرد له الامكانيات اللي كيطلب داك كل مر فينا له، وزيدون لا سمع شي هضره خصو ما يديش عليها، لحقاش كرة القدم هي هذه، راه كتجي لك الملعب 30 40 الف متفرج، كل واحد والطريقه الكلام ديالو، كل واحد وكيفاش كيتكلم، وكل واحد كيفاش ما يمكنلكش انت غتشد افواه ديال الناس. ولهذا انا كنقول الواحد يخدم ويستر العمل ديالو، وديك الشيء اللي مسطرو خصو يوصل له، وباش يمكن نجحوا كلنا. طيب كيف تردون على من يقول ان تاهل نادي اتحاد طنجة هذه السنه للقسم الاول جاء لاغراض سياسيه بالدرجه الاولى، خصوصا ونحن المقبلون على انتخابات الجماعيه؟ هذا غلط. انا غنعطيك واحد مثال ومقنع. لكنا كنخمو حنايا باللي كرة القدم ولا فريق ديال اتحاد طنجة غادي يعطينا واحد الشعبية فيما يخص هذا العمل السياسي اللي كنقومو به، هذا انا ضده. علاش؟ كنت كنآمن بهذا الشيء، ما كنتش ناخذ الفريق انا مي كان غادي يهود القسم الهواد في مرحلة ديال الإياب. انا خديت فريق جثة جامدة، مشاكل كامل مشاكل، وكان لا قدر الله طاح لي الفريق في يدي كان غينعكس عليا سياسيا. كاين ولا ما كاينش؟ هذا هو الواقع. بالعكس ربما المساله يعني يشاد بها ان ولو كان الفريق ربما سقط ستحسب لكم ربما شجاعه انكم لا لو سقط، لو سقط ماشي شجاعه، لو سقط الفريق راه تحسب سقط الفريق ديال عبد الحميد ابرشان اللي طيح الفريق، تبقى مصوره عندي في ما كاينش اللي غادي يمسحها. غادي يقولوا كما كيقولوا في الدم طاحت، ماشي هادشي اللي كيتقال في الاصل. كما قلت في الاصل هو حنا بالغيره ديالنا انا نسينا الجانب السياسي، وكان خلينا هذا الموقف اللي كان شجاع. لحقاش راه حتى واحد ما ياخذ هذا الفريق، الفريق كلشي كيهرب من راه السيد الوالي جمع ما يزيد على واحد 30 واحد بما فيهم رؤساء سابقين، بما فيهم رجال اعمال، كلهم اجتمعنا عنده في المكتب ديالو في الولايه، وحتى واحد ما بغى ياخذ هذه البديره باش ياخذ هذا الفريق. اللي كيشوف الوضعيه الفريق كيمشي بحالته. طيب وفعلا بقيت تالاخر، وكانت فكره السيد الوالي قال لي باش تاخذ هذا الفريق هذا، وانا الحمد لله خديت الفريق. والاولى انا طنجاوي وكان غير على المدينه ديالي، ودوست لاعب سابق ديال كره السله في اتحاد طنجة في القسم الوطني الاول، رياضي كنعرف الرياضه، وهذا الشيء كله اللي جلتني ناخذ الفريق، وعملت واحد التحدي ونجحنا. والموسم الثاني كذلك ثم شي كنا نطلعوا، الحظ ما ساعدناش حتى لينا المركز الثالث، وهذا الموسم حنا طلعنا. وهذا هو باش كتعرف الانسان ملي كيستر شي حاجه كيوصل له، والحمد لله اللي وفقنا الله، وكانت حسن النيه ديالنا بعد. طيب انتم كسياسيين بالدرجه الاولى، هل تؤيدون مساله تدخل السياسه والرياضه، هذه الجدليه التي يعني الموضوع القديم الجديد ما يكاد يعني يلبس يعني يتعلق بالكره المغربيه؟ دائما ما يقال ان السياسيين يتدخلون في الشؤون الرياضيه للنوادي من اجل اكتساب شعبيه. وهي كره القدم ما عمرها كانت تعطي الشعبيه شي راس. طيب ما رايك فيما يخص يعني مساله السياسه؟ يعني عند الانسان هو شوف الاخلاق ديالو، واش كيعمل شي كيشتغل في العمل السياسي ديالو، المهمات اللي عنده واش كيقوم بها، هذا هو اللي كيجعل. اما الرياضه ما عندها علاقه. وانا بالعكس هل تؤيد هذه الفكره؟ انا بالعكس كنقول السياسي خصو يكون ياخذ المسؤوليه ديال الكره. علاش؟ باش يجيب موارد ماليه للفريق. وفي المقابل ماذا ياخذ هو؟ اش غياخذ؟ ما عنده با ياخذ يعني فقط تطوعا؟ معلوم تطوعا، كما كان شي تطوعا ما كنتش ناخذ الفريق انا كنطيح القسم الهواد. لو كنت انا كنعمل السياسه وكنخاف على راسي في السياسه، كنت انا عارف هذا الشيء غادي ياثر عليا، واخا كنطيح الفريق يطيح انا ما ياثرش عليا سياسيا. وكذلك دابا الان باش خاصك من تاثير عنده باش غادي تزيد لي زعما في الشعبيه ديالي؟ بالعكس كره القدم عندها واحد الناس كتحب في كره القدم بحال اللي كنحبوا احنا. حنا كنبغيو الفريق ديالنا، كنبغيو المدينه ديالنا، طوعنا نجحنا في العمل ديالنا،
انا نعطيك اكثر من هذا الشيء. هذا انا اليوم كنقولوا حنا غادي نقولها في جمله، كنقول دابا مرحبا باي شخص يكون سياسي ولا ماشي سياسي يجي لنا بواحد المشروع نعطيوه هو ياخذ فريق. وانا كنقولوا صادقا مستعد التنازل. دابا نتنازل والله ما نبقى نهار واحد حق يجيب لنا مشروع اللي هو ما نعاودوش نتيحوا في الاخطاء. بالعكس ما نبقاش كرئيس نتعاون معاه في المكسب. بالعكس لا شي واحد يعطاني ما شي كنقولوا حبا في الفريق، واش شي واحد عنده شي افكار احسن مني ويوجد لنا شي مشروع اللي هو في مستوى حشومه. انا اللي كتهمني هي المدينه والفريق. ما نبقاش علاش غادي نبقى انا رئيس؟ هذا ماشي حنا حبا طامعين في شي حاجه. بالعكس هذا هو العمل التطوعي. الحمد لله حنا دائما كنبغيو العمل التطوعيه. طوعنا نجحنا. لا كان شي حد انا كنقول لهم هذا المنبر عنده شي مشروع باغي يجي ياخذ الفريق ديال اتحاد طنجه يجي يعرضوا علينا والله حتى نعطيوه يسير. لحقاش حنا ما عندنا حتى شي هدف ولا شي مصلحه من هذا الفريق غير غيرة على هذا الفريق غيرة على المدينة ونفرحوا هذه الجماهيرات. هذا هو اللي عندنا. سأعود للحديث عن مسألة الانتدابات، ولكن هذه المرة ليس على المستوى الرياضي ولكن على المستوى السياسي. سمعنا مؤخرا أنه سيتم انتدابكم يعني بين قوسين من طرف حزب الأصالة والمحاصرة، ما ردكم على هذا؟ أبدا هذا الشيء عمره ما كان وارد، عمره ما تطرح، عمره ما تناقش، عمره الفكرة ما تعرضت عليها. وانا كتعرف لكن رجعت هذه القضيه مؤخرا. لا هذا الشيء كامل ما كاينش، لا اساس له من الصحه. انا واحد رجل عندي اخلاق وعندي مبادئ، كنتمي واحد حزب معين اللي هو الاتحاد السوري، ما يمكن ليش نغير الحزب ديالي. عيب عليا نغير، ما عندي علاش نغير، ما عندي حتى شيء. ليس عيبا يعني اذا طالما انك لم تعد مقتنعا مثلا بفكره حزب. لا يمكن ينسحب السياسه غنمشي نغير شي حاجه، نمشي نسحب، علاش نغير؟ وين العيب اذا تم تغيير حزب؟ يعني الحزب في النهايه ليس مقدس، افكار الحزب ليست مقدسه. الدول المتقدمه راه ما كيغيروش الاحزاب ديالهم. الا كانت السياسه نبيله وعند اخلاق خص الانسان ما يغيرش الحزب ديالو. كتبقى العمل اللي كتقوم به انت داخل المدينه، واش كتقوم بشي عمل به؟ هذا العمل اللي هو اللي مسؤول به انت داخل المدينه، واش هذا هو اللي كيتحسب لك؟ اما الحزب علاش نغير الحزب انا؟ ما عندها حتى شي معنى، علاش غنمشي لشي هيئة أخرى؟ وأنا مرتاح في الحزب ديالي، ولا غادي نغير الحزب ديالي؟ أنا كنقول لهم أنا نمشي بحالاتي، ما نبقاش نعمل السياسة. هل هناك لكم أعداء السيد عبد الحميد؟ كاين شي واحد في العالم ما عندوش أعداء؟ لا أعتقد أن الكل له أعداء. كلشي اللي ما عندوش العود، اللي ما عندوش الأعداء هو خصو يكون جالس في الدار ديالو. راه اليوم شوف نجحتي عندك أعداء، فشلتي عندك أعداء. نجحتي في العمل ديالك المشاريع ديالك عندك اعداء، نجحتي في العمل السياسي عندك اعداء. شوف هذه هي غريزه الحياه، الانسان كيخلق بها، كيخلق هذا الله سبحانه وتعالى. الانسان هو هذا، كتجبر فيه واحد النقطه ديال الحقد وديال ما عندك ما تسمي، هذا الشيء كتخلق معنا بغينا ولا كرهنا. غير هو الحمد لله معنا حتى شي، انا ما عندي حتى شي عداوه مع شي حد. الحمد لله حتى شي حد ما ديت شي حد شي واحد ديالو ولا عمل شي شر في حد. بالعكس هذا الشيء اللي كنفتخروا به والحمد لله هو السمعه ديالنا. هل يمكن الحديث فعلا عن البطوله الاحترافيه طالما يعني انتم تشغلون منصب رئيس اتحاد طنجه، يعني لكم درايه بمجال الرياضي بالنهايه، هل يمكن الحديث فعلا عن بطوله احترافيه في المغرب صراحه؟ كيفاش بطولة احترافية؟ يعني البطولة بمعايير احترافية من حيث اللاعب، من حيث المؤهلات. احنا في البداية دابا ديال الاحتراف، واخا دابا هاد السنين اللي دوزنا احنا باقي ما وصلناش لديك النضج ديال اللاعب احترافي 100%. باقي احنا ماشيين التسيير الاحترافي ايضا والتسيير كذلك، احنا ماشيين وما تنساوش راه حنا عدينا في هاد الشيء ديال اللي هو احترافي، كيخص الوقت وحنا ماشيين والحمد لله. اليوم بدينا انا اللي شفت اللي لاحظت هاد السنة مع مجيء ديال رئيس الجامعه فوزي قجاع اللي هو كيقوم بواحد العمل جبار الحقيقه، وعمل نزيه وعنده اخلاق وكيعمل شغله وما كاينش ديك التدخلات هادشي لاحظناها. والدليل على ذلك حنا في السنوات اللي فاتت كان فريق ديال اتحاد طنجه خصوصا في القسم الوطني الثاني اللي ما كيكونش فيه البث المباشر ديال التلفزه كيكونوا اخطاء ديال التحكيم. وانا بالنسبه الموسم اللي فات
حنا كنا حقيقة التحكيم كان كان هناك خرج ضجة علينا حيفي بزاف، يعني تحكيمي فيما يخص. كان أخطاء كيوقعوا كثيرة. هاد السنة الحمد لله بالنسبة لنا اللي لاحظت التحكيم رجع في واحد المستوى راقي، التحكيم نزيه، هذا الواقع نقولوه. بعض الأخطاء اللي كيوقعوا يمكن الحكم الله يحسن العون حتى هو، راه كاين الضغط ديال المقابلة والضغط ديال الجمهور كيوقع خطأ، وبنادم هو هذا راه ما يمكنش يكون دائما الصواب، مرة يخطأ مرة غير، هو ما كتكونش واحد النية ديال شي تلاعبات في المقابلات ولا هذا. هو الحمد لله اللي كنشهد بعدا بالإلوان هذه السنة، هذه دوزنا السنة مع حكام في طيب مستوى. لو طلبت منكم تقييم البطولة الاحترافية لهذه السنة، كم تعطوها من 10؟ البطولة الاحترافية هذه السنة كان المستوى ديالها مرتفع، الإيقاع ارتفع، كنا كنشاهدوا مقابلات في مستوى، الحقيقة هي هذه. البطولة تحسنت وكتزيد تحسن، والنكهة ديالها واللي كيزيد يحسن هو الجماهير اللي كنشوفوا، التيفوهات اللي كنشوفوا، إقبال على الملاعب، هادشي راه ما كانش قبل. كم تعطوها؟ وأنا أعطيوها واحد 8/10. ربما الأمر مبالغ فيه يعني على طريقة هذا 8 تشكيلات على شوف الانتخابات في البلدان العربية. ها؟ 99.99. لا 8/10 مزيان. طيب الآن تحقق حلم الصعود للقسم الأول، ما الرهان فيما يخص البطولة القادمة؟ وحنا الرهان البطولة القادمة إن شاء الله هو الأولى استمرارية الفريق باش يبقى في قسم الوطني الأول. لأن صراحة الطنجاويون من حقهم أن يشاهدوا فريقا يمثلهم في المراتب الأولى، وعلى الأقل المنافسة على الألقاب قاريا ووطنيا، وليس فقط الصراع يا إما من أجل البقاء في القسم الأول أو الصراع من أجل الصعود للقسم الأول. وحنا دابا حنا شوف هاد السنتين الأولى بدل على الأقل خصنا نلعبوا باش نبقاو في البقاء في قسم الوطني الأول. ما تنساش القسم الوطني الأول راه ماشي سهل، راه صعيب، وحتى فيما يخص انا كرئيس تسيير ديال القسم الوطني الاول عاد غنبدا فيه. انا سيرت هذه السنتين ونصف القسم الوطني الثاني ونجحت. علاش؟ خديت تجربه. انت السنه الاولى اللي خديتها كامله حتى ليت المركز الثالث ما كنتش كنتصور انا، ومن بعد السنه موراها جينا الاولين. دونك ويلا مشينا حتى هذه السنه دابا القسم الوطني الاول ان شاء الله السنه الاولى نبقاو غير في البقاء في القسم الثاني الاول، راه السنه الجايه غادي يكون ان شاء الله شي حاجه. وهادشي كله كتاخذ واحد التجربه، راه ماشي سهله كره القدم، راه صعيبه ماشي سهله، وخصوصا السنه الاولى راه لفلتنا ما طيحناش هاد السنه هذه. غادي ان شاء الله غادي نمشيو بعيد، وغنكونوا خدينا تجربه وخدينا واحد، عرفنا كيفاش كدوز بطوله القسم الثاني الاول، وغادي تكون واحد الاستمراريه ان شاء الله. يعني الرهان فقط من اجل البقاء، صراع من اجل البقاء. باش نبقاو في حنا نطلبوا الله نلعبوا غير هذيك العشر ديال الاوائل، لا استطعنا نحتلوا بين 1 و10 مزيانه وان شاء الله. وكتعرف كره القدم كذلك راه كاين عميد للحظ، يمكن هذا العام يكون الحظ بجانبنا ويمكن تخلق شي مفاجاه ما تقدرش. والدليل على اللي كتمشوا خريبكا كانت غطيح العام اللي فات، اليوم السنه كانت كتنافس راه كانت على تدي البطوله. راه الحظ هو كيلعب، وفي نفس الفريق نفس الاداره التقنيه. دونك نطلبوا الله يوفقنا، دائما اللي كنقول انا هو التوفيق من الله سبحانه وتعالى، والتشجيع ديال الجماهير يشجعونا. يا حنا ما نقولكش ما كناش نخطئوا، يمكن نخطئوا، عقلك كان شي خطأ راه ما يكونش معتمد متعمد. هو الانسان خص يكون تشجيع ويكون نعملوا يد في يد باش نزيدوا بهذا الفريق القدام، وما نخليوش ديك الكلام من الفريق والاشاعات الخاويه تسرب اللي تأثر على فريق ككل، وهذا الشيء اللي خصنا نتجنبوه. طيب املنا هو ان نشاهد فريق اتحاد طنجة في البطوله القادمه يلعب في يعني مع انديه مثل الرجاء، مثل الوداد، مثل المغرب الفاسي، مثل مراكش ايضا وخريبكا في الملعب الكبير هنا بطنجة، يعني يستحق ان يلعب ان تلعب فيه البطوله الاحترافيه في القسم الاول مع نادي مثل من حجم اتحاد طنجة ويمثل المدينه بحجم طنجة. فعلا راه طنجة ما تنساش راه غادي ينشط البطوله ان شاء الله هذه السنه، هذه غيكون عنده واحد التنشيط خاص بحكم هاد الجماهير اللي عندنا، وملعب عندنا في مستوى الملعب عنده معايير دوليه، راه هادشي كله غادي يعطي واحد القيمه اضافيه لفريق اتحاد طنجة البطوله القسم الوطني الاول.
الوقت المخصص لهذا اللقاء سيد عبد الحميد أبرشاني انتهى. نشكرك جزيل الشكر على قبول دعوتنا، وحد موفق إن شاء الله في البطولة القادمة، ونشاهدكم يعني تنافسون على قاريا ووطنيا أيضا إن شاء الله. وستما كذلك أتمنى لكم التوفيق في هذا الشيء اللي كتقوموا به فيما يخص قناة ديال زومسات. نتمنى لكم التوفيق والنجاح، وستما راك تشتغلوا باحترافية تبارك الله عليكم. شكرا لك أستاذ، بارك الله فيك. شكرا لك، شكرا لكم أيضا المشاهدين الكرام على حسن المتابعة. نضرب لكم موعدا آخر مع لقاء خاص آخر ومع شخصية أخرى. شكرا على المتابعة، في أمان الله.